ماذا تدور مدرسة الأمل الزائف بعد الصدمات؟ محاولة أنك تدورين لك على لصقة للجرح. يعني مثلا الآن إحنا لما ننجرح وننزف ويصب الدم وش نسوي؟ شو الحل؟ يا أما أنك تسوي إدمانات فتلصق، أيا كانت الإدمانات هذه، ترى قد تكون إدمانات عبارة عن كحول، حبوب، وقد تكون عبارة عن مدرسة الأمل الزائف اللي تدخل في قصة تعتقد فيها، تلبس نظارة وردية وتتصور فيها، تدمن إدمانات يعني تعاويذ وما أدري إيش، تتصور إنه في قصة ستتغير وفي قصة كذا وأنت منسدح على السرير. هذه أحد الاحتمالات اللي نقوم فيها، أو الخيار الثاني إنك أنت تتروحن زي ما قلت، أو الخيار إنك أنت تنهبل. هاي بعد الصدمة جا وش يسوون الناس؟ وش يسوون الناس؟ الناس الصاحين اللي تشوفهم في الحياة، الناس الصاحين اللي تشوفهم في الحياة يا متعاطين يا متروحنين، عاد ايش يسوون؟ او منهبلين ما راح تشوفهم غالبا، يعني ما راح تشوفهم على الاقل اذا كنت في بلد محترم، يعني يكونون مهبي خاص، نهبلوا الصدمة، تهبل تخليه خلاص انك انت تغادر الجسد الفكري، ما عاد تقدر يعني يكون الريموت كنترول معك. تتروحن يعني تتصل بالروح، يعني تتصل بالروح وتدخل في كل القصص اللي توصلك للروح. يعني من وين تجيب الحل؟ من وين تجيب الحل؟ عموما هي كذا طبيعة الحياة، طبيعتها في التغيير، طبيعتها كذا. يعني هذه هي الخيارات تقريبا هذه هي الخيارات. اكتشفت ان زوجي نرجسي، هل هذه صدمة؟ حبيبتي انتي، صدمة معرفية؟ ممكن يعني من كثرة الضجة اللي صارت على موضوع النرجسي. بس السؤال، هل هو فعلا نرجسي ولا بس يعني ناسبت بعض الموضوعات؟ Thank you. الانفصال عن الواقع بأوقات كثيرة خلال اليوم يعتبر صدمة؟ ايه، هذه من شغل متلازم، شغل مدرسة الأمل الزائف، وهذه أحد أشكال الإدمانات اللي هي أحلام اليقظة. هذا إدمان من الإدمانات. صحيح أنك أنت ما أخذت حبوب وكذا، بس قاعد تحلم أحلام يقظة، فتالي أنت تخدع نفسك، تضحك على نفسك. نويت التنظيف، جاني نزيف له شهر، له علاقة؟ قد يعتبر تنظيف للجسد المادي، لكن لازم تروحين المستشفى، لازم يعني تراجعين عند طبيب، تخلين الدكتورة تكشف عليك، تشوفش الموضوع، هل هي عملية تنظيف ولا في شيء يحتاج إلى تدخل جراحي ولا محتاج تاخذين دواء. عادة لما أنت تنظفين جسدك المادي ممكن تصير مثل هذه الأشياء، يعني ممكن يصير في شيء في الجسم يظهر بمظهر سلبي بينه عملية تنظيف. يعني مثلا ممكن أنك أنت تاكل شيء ينظف الجسم، مثلا يطلع منك بلغم، تقول أوه واو شكلي أنا تعبان، بينما هي عملية تنظيف. بس أبغى أقول لك، رح للطبيب، رح للمستشفى، في النهاية الدكتور هو اللي يعرف، أنا ما أعرف، في النهاية الدكتور هو اللي فاهم وتخصص ويقدر يقولك وش اللي قاعد يصير في الجسد المادي. هل شعوري بالعار من أمي يعني إن عندي عار؟ بدون أدنى شك. يعني إذا أنت متفشلة من أمك، يعني يمكن متفشلة من لبسها، متفشلة من شكلها، متفشلة من كلامها وطريقة كلامها، متفشلة من عائلتها، متفشلة من عبايتها، متفشلة من نقابها المايل، متفشلة من شيبها، متفشلة من تجاعيدها، إيه معناها أنت مملوءة بالعار. عادي إن أمك يكون شكلها كذا، عادي جدا يكون شكلها اللي هي تبغى تكون، تبغى تحط روج أحمر، تبغى تلبس فستان أصفر، تبغى ما تحط روج، تبغى تخلي شيبها، تبغى تصبغ، عادي. زي ما أنت تحترمين صديقتك اللي ممكن يوم من الأيام تلبس فستان طويل، يوم من الأيام تلبس شورت، تقولين حرية شخصية، هي تعيش حياتها زي ما تبغى، لأن أشعر بالعار تجاهها الأشياء اللي هي مؤمنة فيها وطريقتها ونظرتها للحياة وقراراتها تجاه الحياة. نفس الشيء. ماما تعيش زي ما تبغى، تبغى تطير، تبغى توقع، تبغى تلبس أصفر، تلبس أحمر، تبغى تلبس أسود، تبغى تطلع، تبغى تدخل، تبغى تسكر على نفسها، حياتها وهي حرة فيها. شعورك بالعار يعني مو يعني إن هي تفشل،
مو يعني انها هي تفشل، مو يعني ان الناس يرونها بعين العار ابدا نهائيا نهائيا، يعني انك انت اللي تشعرين بالعار بس. بس فاقترح عليك انك انت تنظفين العار، ما ودك يعني تستمرين متألمة بهالقصة، وقد تكون قصة ألم بينك وين امك، وكل ما طلعت قمتي تقولين لها سوي حطي وتثقلين عليها، خلاص نظفي شعور العار وتقبلي القصة كما هي. ايش قد نستمر بالتنظيف؟ قصدك النية نهاية الشهر، الشهر الجاي خلاص عندنا نهاية السنة، لازم نستعد للسنة الجديدة. بس إذا تقصدين بشكل عام يعني إيش، أو مثلا المواد اللي تحضرينها، كل مادة عندها محددة، يعني كل مادة تلقين جواتها بيانات ومعلومات تقولك مثلا هذه 20 يوم، هذه 21 يوم، هذه 9 أيام، هذه كل مادة فيها بتمارينها فيها عدد الأيام. كيف أنظف جسد الفكري؟ موجودة عندنا جلسة تنظيف الجسد الفكري ممتازة، بس ها لازم تكوني مشتغلة على الجسد المشاعري، لأنها تهز 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 تهز، يعني ممتازة صراحة، مرة مفيدة. أحس الصدمات خلتني أحس بمشاعر الناس وألتقطها بسهولة أكرم الناس الثاني. أي أكيد أكيد، ومرات تكون هذه هي الرسالة أصلاً. ليش صارت تجيني غيرة من كل اثنين ماشيين مع بعض أثناء التنظيف؟ زي كانوا كأنه ليش ما يكون عندي شخص زي كذا، كأني أحتج. ممكن تكوني مثلا كنتي في، خلنا نقول كنتي في العار بعدين تطورتي الخوف، أو كنتي في الغضب تطورتي الكبرياء، في حركة، في تغير، في تطور، في حالة تطور، ليش لا؟ صحيح انه اللي طلع مو شيء يعني جميل، مرات الشخص يكون في الخوف بعدين يطلع على الغضب، ما اقول لك ان الغضب جميل، لكن يعني انه انت يعني انتقلتي في السلم كم حبه. طبعا اللي انت جايه منه اردى، بس دائما احنا اللي جايين منه متعودين عليه، فنحس انه يظل يعني شعوره مقبول بالنسبه لنا. لكن انت الان ليش انا اغار؟ ليه لا انا طول عمري ما اغار، ليش كذا؟ وش اللي طلع التنظيف؟ لا كان موجود بس كان محشور في طبقات. فأنتي بالعكس الآن حالة التطور يعني، بس يوم من الأيام برضو بتشغلي على هذا الموضوع وبتنظفينه. واكتشفت زوجي تحرش ببنتي وانصدمت، هل تعتبر صدمة؟ هي أكيد أنتي لك صدمة وبنتك لها صدمة، والله يعينكم على القصة هذه، قصة مزعجة مزعجة مزعجة، يعني قد تعد أنها من أكبر آلام الحياة. الله يعينكم، والله يقويك انك انت تساعدين نفسك وتساعدين بنتك. هل لو نظفت الجسد المشاعري راح افقد حدسي تجاه الناس؟ يعني لو شخص نصاب هل يمكن ما اقدر اعرف انه نصاب؟ فهمتك. اوكي، اعرف انت النموذج الروحاني اللي في بالك وشو لي، يؤسفني انه هذا النموذج اللي موجود. انت يبدو لي تعرفين شخص روحاني من مدرسة الامل الزائف، شخص ساذج يعني مغفل، ما يدري ان الدنيا فيها ظلام، يعني تتصورين انه هذا هو التنظيف وهذه هي الروحانية وهذا هو هذه هي النموذج اللي انا احتاج اني اوصل له. ابغى اقول لك عندي معلم روحاني ذيب، صحيح انه يبدو كذا انه شخص يعني طيب وبسيط وعادي بس اسأله سؤال عن قصة، اوه ماي جاد، يجيب لي اظلم الظلام ويحطها في وجهي، يحطها في وجهي مهما كان الشخص اللي اتحدث عنه يعني ذو قداسة او ذو اهمية، يجيب لك أعمق نقطة في الظلام ويحطها قدامك. تخلص القصة. ذلك تصور أنه الشخص كل ما نظف وكل ما صارت مشاعره أعلى وصار يشعر بشعور طيب وشعور جيد، أنه هو شخص ساذج أو مغفل أو غبي أو لا يعرف الظلام، هذه فكرة غير صحيحة إطلاقا، غير صحيحة.
لكن في شخص يمثل هذا الدور، ابغى اقول لك نعم فيه ناس يمثل هذا الدور، في شخص يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم هيا نتطور هيا نتسامح، تقول يا عمي لحظه شوي، مع وين نتسامح؟ مع وين؟ مع اي جيب؟ قل لي اصرفها من وين اتسامح يا عمي؟ انا مجلود، مغتصب، متحرش فيني، مدفون في وجهي، مهان، رايي لا يحترم، مع وين؟ من وين اجيب شعور التسامح هذا؟ من وين اجيب؟ من وين اصرفه؟ ما عندي ولا 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 صندوق ولا علبه ولا كوب ولا نقطه مويه اقدر اعطيها احد اتسامح معه. ذلك يبدو هذا الشخص كانه عايش في في في, في عالم خيالي، كانه يتكلم يعني قصه، يعني كانه لابس نظاره ورديه ويخرط علينا من بعد اخر. فطبيعي انه انت تسالين هذا السؤال وانت تقولين يا جماعه انا اذا نظفت بصير خبله وغبيه ولا اقدر اميز الشخص النصاب والحرامي ابغى اقول لك ان انت كل ما نظفتي كل ما عرفتي بوضوح، عرفتي بوضوح الظلام والنور، عرفتي بوضوح الظلام والنور، تشمينهم كذا بالريحه تشمينهم. ذلك في الـ في الـ في الاثر المؤمن كيس فطن، ها، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمؤمن القوي خير محبب. يعني كلها تدل على انه فيه احساس، فيه شعور حاضر، فيه يلقطها وهي طايره، فاهم، عارف، لا يخدع. هذه النتيجه اللي احنا نبغاها، هذه لما نتصل بالروح، لما ننظف، لما تكون الاجساد الماديه جيده عشان نتصل بالاجساد السماويه. فطمني حبيبتي، انت اذا نظفتي مشاعرك ستعرفين النصاب، ستعرفينه بشكل جيد وبشكل واضح. انت شوفي اصلا هو النصاب يروح لمين، المجرم يروح لمين؟ يروح للضحيه. ليه؟ لانه ما يعرف، مع انه مليان ظلام بس ما يقدر يميز، لا يستطيع ان يميز. ذلك تلقينهم يتعاطفون مع الاشخاص الذين يؤذونهم، تقولين هذا صاحي، كيف يتعاطف مع شخص يؤذيه؟ كيف يتعاطف مع شخص يؤذيه؟ لا بس حرام، ما ابغى اكسر بخاطره. او ماي جاد، ما تبغى تكسر بخاطره يا عمي؟ هو داقك دق، مو كاسر بخاطرك، داقك انت وعظامك وقلبك وروحك وحياتك وقصتك كذا، دق 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 دق، مفتتك تفتيتك. ما ابغى اكسر في خاطره يعني يعني ولو يعني يعني ما ابغى تقولها، يعني تقول هذا، يعني هذا شيطان. والله مرات تفكر انه الضحايا هذول شياطين، هذول ظلاميين يحبون الظلام، ينسجمون مع الظلام، ينسجمون مع الشيطان. ليه ليه ليه؟ لانهم غايصين في جسد مشاعري رديء، ما يقدرون يميزون. فكل ما كانت مشاعرك تعبانة ومتكركبة وعندك وشات كثيرة وكان عندك خوف وغضب وعار وكذا، كل ما قدرتي تميزين أصلاً النصاب، لأنه هو جزء من الخليط اللي أنت موجودة فيه، جزء من الظلمة اللي أنت موجودة فيها. فأكسر خاطرة ولا حرام لا تتهمون وإحسان الظن ومدري، هذا اللي يصير. أذكركم الصدمة الثانية، اللي يبغى الصدمة الثانية يحضر نظام الصدمة، تحدثت فيها عن الصدمة، كيف تحضر، لماذا تحضر أصلاً، كيف تتكرر، كيف ترتب نفسها، كيف تكرر نفسها، كيف تدخل في القصة هذه وكيف توقفها. واللي عنده قصة يبغى ينظفها يحضر أبانوس، وبرضو إذا كانت في الطفولة يحضر الوعي الطفولي، كل مواد الشريرة مفتوحة. اللي ما حط النية يحط النية وخلفية الجوال وشوفوا الفيلم، يمدحون الفيلم يقولون الفيلم مبدع. نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب.